الحاج صبري من روجيب، عمري 71 سنة طبعا، وعد اللي بشتغل في المهنة هاي بجوز أكثر من 40-50 سنة يعني، ولدت عن أبوي. أيوه، وعقبها يعني ظليت متمسك فيها الشغلة هاي لحد اليوم الحمد لله، برضو فيها مصدر رزق مليح، والأولاد علمناهم وجوزناهم وهم والبنات، والحمد لله طلعنا برضو حقينا في 92 يعني الحمد لله. وبعدين في 85-86 صارت الانتفاضة، قبلها بكان نودي الشغل على غزة كل أسبوع بجوز، بكان نودي لنا 2000 كنسة على غزة، وبقى عندنا عمال أنا كثير يعني زي بجوز أخرى 4-5 عمال بكم عندنا. هاي أولها في شهر 3 في آخر الشتوية بنزرع الحب في الأرض وبيطلع بصير طويل، شهر 7 أو 8 بنروح نقطعه من السهل وبنحطه بالأرض 4-5 أيام منشان ينشف، وكبر بنربط ربط زي ما شفتن في المخلة، ويوم نشتغلهن بكل يوم بنبل مثلا 100 كيلو 120 كد ما مستاهل، بنبل كش اسمه يعني، وبنصنعهن مكان اسمه مثل هذا. هاي تعبها وهي في السهل يعني، هو واحد يقطع فيها ونشف فيها في السهل في الشوب تعبه هناك. بس يوم يروح الواحد على البلد هان تكفي بيشتغل على خاطره يعني، اول شيء في فاي وبعدين بيشرب شاي بيشرب قهوه بيشرب بارد يعني، بيظل الوضع احسن من وضع السهل. من هذا 10 سنين بجوز تكون منتهية، لأنه الجيل الصغيرة بيشتغلش فيها. أنا يم عني بحكي علشان شايف وضع الشباب في البلد، عرفت كيف؟ كلهم يعني تقريبا تعلموا أو يتوظفوا وظائف ثانية أو شيء بيشتغل صغير، يعني بيستفيدوا أحسن من الشغلة هاي يعني، لأنهم صغار في العمر، عرفت كيف؟ شيء بناية شيء قصيرة، بس اللي مثلي ما بيطلعش يدو يعني يطلع على واجهة يكسر أو يبني، صح ولا لا؟ في الزمانات في الثمانينات وفي التسعينات أنا بذكر يعني كان في بلدنا بجوز 30 محل زي هذا، ودوا على الأردن يعني حملوا كل سيارة من التركات الكبار الزرقاء الكبار، كان حملوا فيها 10,000 مكنسة 15,000 مكنسة ودوها على الأردن. هسا بعد 2000 تقريبا يعني بطل حدا في بلدنا يعني قليل جدا تحت يشتغل. هسا اليوم فيش غير إحنا وابن عمي بيشتغل مكنسة هاي، بس فكان نسوي كل يوم عليه في اليوم قاعدين نسوي 100 بس 100 يعني بتروح مثلا 50 على جينين، ناس من طول كلمة مثلا بيطلبوا 100، من بيت لحم بعد باسبوع بيطلبوا 200 زي هيك يعني. هو في البيت بس عامل زي هذول، وفي مكان جديد اللي طحن على سواق برضو يعني بيجيبوهن زي ما تقول البنات او الاولاد بيستحلوهن بيشتروهن ويحطوهن في البيت. اما هاي هي الرئيسية يعني في البيوت. اللي بتشوف احسن بتنظف هاي ولا مكنسة الكهرباء؟ هاي يدوية أكثر، لأن تبعث الكهرباء يعني زي ما في مطارح ما بتخش على صح زاوية أو جنب فرش أو زي المدات الطوال هذول، هاي بتمشي على ظهري من هنا مليحة بتصير يعني. تنصح الناس فيها؟ أنا بشجع الناس يعني يشتغلوا منها ويشتروا أحسن ما تخلص يعني تنتسب.